كاف. نحاولوا نزربوا معانا نورز حاول تعدينا ماكسيموم خاطر فما برشا اخبار تستحق التعليق. دونك في ريكاب اليوم نبداو من حكايه شيك مشي باش يبحث يلقى روحه يبحث على رسوم كاريكاتورية. دونك توفيق عمران حكي وقال انه تسأل اسئلة غريبة. خلينا نسمعوا شوية من التفاصيل اليوم من خلال تدخله في هنا تونس مع معز بن غربية. الرسوم الكاريكاتورية هذه متعلقة بشكون؟ بسيد رئيس الحكومة؟ بسيد رئيس الحكومة رأسا برئيس الحكومة. إلا رسم وحيد هما ثلاثة رسوم يهم رئيس الحكومة ورسم رابع يهم الساق والصناء. عايش قولك والبوكو حرام شكون تقصد به؟ قلت لك شنو اورغانيزاسيون تيروريست موجودة في نيجيريا. والرسم الكاريكاتير في بعض الأحيان يحط لك ومضة باش يحيلك إلى حاجة أخرى اللي ذيك تعني بها الحكومة. قلت والله أنت اللي قلت. قال لي علاش القصبة ما تحطش عليها نقطي وش بيك حاط مطة؟ قلت له على خطر في اللغة العربية في الكتابة العربية في بعض الأحيان راهو تم خطوط نعملوا نقطتين وخطوط النجم نعملوا مطة وثلاثة نقاط نعملوا تريانجل. قال لي لا هذه فيها إحالة أخلاقي. سألني قال لي يا أخي أنت تصلي؟ قلت له ما نصليش. تشرب؟ قلت له نشرب. مرت تعمل خمار إلى آخره. خمارتي وش مدخل مرك تعمل خمار مش حرة؟ تعمل خمار حجاب نقاب حرة تلبس القصير جيت السلفيان على مرتي تعمل حجاب ولا النقاب وش يهمك له؟ هل من تعليق شباب؟ كمان عطينا تعليق لكل خير. دونك علق سامي بن غازي كما هكا. خي نحن نحكيو في حديث عقل معز هبير راهو هذايا ما عندوش اسم آخر. راي الناس هذية اللي يعتقد في نفسه انه معناها باحث بداية قادر انه يحلل في الرسوم الكاريكاتورية وفي أبعادها الفنية وهل هذا ماشي مع النمط اللي لازم يكون موجود فيه ولا لا. راهو الشخص هذا مش تجاوز كل الحدود تجاوز كل الحدود اللي رسمتها البشرية مش رسمها القانون. واضح كذا كان في حصة هنا تونس مع معز بن غربية. وهذا اش قال نجيب تزيري في إميسيون امبوسيبل على اي اف ام. ما هو من المقرين بطبيعته هو ما يبربش يقانص شكون موجود هنا شنو هي الأجواء الأمنية كيف يسيطر عليه يبربش كاريكاتير رئيس الحكومة طلب وكيل الجمهورية بطبيعته الخمسة مش موجود المساعد قال له هوفم واحد سب في رئيس الحكومة وقف شنو هوفم واحد سب في رئيس الحكومة رئيس الجمهورية قال له وقف مش نجم يقول فهمني وبدت العملية هاو صاير لهنا لهنا هالتزايد هذية تزايد الأجهزة أنت تحطها في عنوان تزايد أجهزة تزايد أجهزة الأجهزة قاعدة تزايد كيما صار في نابل بالضبط وإن شاء الله تكون بحسن نية مش بتاع قمع حريات لأنه ما فماش ناقد كاريكاتوري ولا ناقد أدبي ولا ناقد سخري ولا كاتب مش يشكر السلطة دي ما يسبق دي. واضح. دونك شكون يحب يعمل تعليق فيسع قبل ما نمشيو فاصل فضيحة بين سيور فضيحة ما تنزيد الفضائح اللي من العشر سنين لليوم من هذا قاعدين عنه فيهم يعني احنا ما فهمناش الحريه نحبوا الحريه صحيح. والكاريكاتير ما فيهوش تطيح خضر معناها اللي تقراه ما فيهوش لا تطيح خضر لا حد شيء. انا اللي الكلمه اللي قالها سي توفيق عمران قالوا له السيد رئيس الحكومه عنده بنته كان يراه وبنته يتقلقوا يراه اذا هو معناها اي انسان معرض للحاجات دخل في العالم رئيس الحكومة العالم كوارجي فنان ممثل الناس كل عندهم عائلات والناس الكل راهو كل حاجه في بلاصتها معناها مش كل لازم في اطار معين شكون عنده تعليق. انا بالحق ما نشوفه نوع نتاع اهبال كما قال كما قال تزيد فهمتني شكون يزيد اكثر ما تسميش علاش ما شو كاريكاتير والسيد رئيس الحكومه بتقلق ولا بنته ولا نعرف شكون ولا والناس تحكم وحدها وتحلل وحدها وتفسر وحدها وتتهم وحدها وتحكم وحدها سفيان سفيان لحظة بالليل سفيان المشكل انه حاجات قاعدة تصير لهنا الناس هذه المشكلة توفيق عمران كاريكاتوريست باهي ممتاز حتى كان مش عاجبك كاريكاتير تشوفنا دي كاريكاتير بكلام زايد وبدنيا كذا وما تكلم حتى معناتها كيفاش ترى الامور وليد؟ هو الامور الكاريكاتير موجود في العالم نو في الفنانين قاعدة تعبر هي طريقة نتاع فنان باش يعبر على الواقع قلت لك عرف لي صحيح هي دونك الفنان
فنان اذا كانت حد انت قول لي راني نتهرب ما نحبش نجاوب لا مش نتهرب ما نحبش نجاوب نعمل في تحليل منطقي معناه الفنان اذا كان تحد له من حريه التعبير نتاعه وهو كاريكاتير ما عادش تخليه شنو اللي يعمل يبالي مش يعمل يبني شنو يعمل هو غادي مش قلتي غادي معناه ككل مش قلتي غادي هو كل واحد يعبر على رايه ويرحم والديك صحيح نقص اليوم من العنطزي على العباد كل واحد يقول لي حبه بلال وخيدي مثل مش ترد حصه ثقافيه صحيح خلي ما يزوزتو هذا نمثل فئة معينة الحرية نتاع الكاريكاتير هذا خليه خويا يعبر على روحه من غير حدا وتحديهم انقبلوا عينه اعطيني خمسة كاريكاتيريست مشهورين في تونس يلا لطفي بن ساسي برافو هذا ديجا لطفي أربعة وحده لا لا امشي واللي تشد اليوم لا لا بخلاف توفيق عمر نمشي واحد مشهور جدا والله يستناني والله نعرفها من الحميدة يا وليد يسكت يا وليد سفيان بن حميدة يا سعدي بانيس كاريكاتور سفيان بن حميدة لا عماد بن حميدة في تونس يبدو عماد بن حميدة الثاني عماد بن حميدة ما يجاوب حد مع وليد نسيت الاخرين والله نسيت حاتم بالحاج كاريكاتوريست حاتم بالحاج يونس الفارحي حاتم بالحاج حاتم بالحاج صور اي حاتم بالحاج عمل كاريكاتير عمل يغني بليل هذم جمل به باش نعرفوا مع شكون نخدم الحمد لله يا ربي يلا حاتم بالحاج يونس الفارحي كاريكاتير عادي نفصل وبعد نرجع للركاب Publicité.